يا رب يا رب، الولد بده يكون راح على الولد. يا ربي تحمي لهالولد يا رب. طولي بالك مرت عمي، طولي بالك، لا تفولي على الولد. دخيل اسمك يا الله، تحمي لي هالولد ولا تفجعني فيه يا رب. والله قلبي ما عاد يتحمل فراق واحد تاني. اهدي مرت عمي، ان شاء الله هلا ما بتلاقيه الا فتح باب البيت ورجع. لك خلاص بقى خلاص، بيكون راح يلعب مع اخوه وضاع عن ابوه، هلا ما عاد يعرف يرجع من جامع الاموي لهون. ليك عمران راح يدور. خلص امي روقي، ما بتقولي الا اجا. عمر خانم بتقدري تسكتي؟ امي اذا سمعت عن حدا ضايع دغري بتتذكر اخي عبد الله، كيف اذا كان عمر ابن عمران؟ سمية سمية لا حول ولا قوة إلا بالله، وين بده يكون راح يعني؟ ما بعرف، سألنا كل العالم، ما حدا شافه. يلا، صلي على النبي وروق، الشباب كلهم عم يدوروا عليه، ما بتلاقي غير بيّن. والله يا سيف، خايف يكون صاير معه شيء، يا رب دخيلك. لا سمح الله، خلينا نروح على القهوة، وما بتلاقي غير صار جنبك إذا الله راد. إن شاء الله. شرّي شرّي. حبيبي كرمال الله حاش تبكي، طول بالك شوي. ليك انا هلا غفله ما عاد شفته، ما بعرف شلون صار هيك. روي احنا ما بتلاقي غير هو وبابا اجوا على البيت. يا الله رح يرجع. انت بس قول يا رب. يا رب يا رب ويرجع يا رب. طب قوم معنا ننزل عند امك نقعد شوي. تعال لا يكون صاير له شيء للولد، لا حول ولا قوه الا بالله. لا تقلق عمي عمران، الشباب كلهم عم يدوروا بالحارات الا ما يلاقوه. يا عمي ابو طلال، لو بده يلاقوه كنا شفناه، صرنا ساعتين عم ندور عليه. بابا لك وين كنت؟ كنت بالتربة. شو أخذك لهنين؟ رجعت على الجامع ما لقيتكن، فكرتكن بالتربة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي غريب هو اللي جابني من هنيك. كتر خيرك أخي غريب، لا تواخذني مشان الله، والله شلش لي مخي. الله يحمي لك الشمعة إلهي. الله يسلمك خلي لك. سلم دياتك أخي غريب، بس شلون اجتمعت فيه بالتربة؟ كنت نحل مقبرة، فت لقرى الفاتحة لقيته هنيك. الله يعطيك العافية. يلا على البيت، روح طمنه روح. شرف أخي غريب، شرف. يا الله يا ربي يا ربي، وين عصبي يا ربي، دخيلك دخيلك يا الله. لا بيرجع بخير وسلامة. إن شاء الله بتقبر قلبي، إن شاء الله بتقبر. لك الله يسامحك، الله يسامحك، كنت بتعمل فيني يا أمي، كنت خلي قلبي يغلي عليك. سلامة. شو بكون مرعوبين؟ والله ما فيني شيء. حبيب قلبي تعال قلبي، تعال تعال يا عيوني يا عيوني. انت تقبر قلبي الهي، لا بقى تخليني قلبي يغلي علي. سامحيني تاتا. يلا الحمد لله هي رجع بالسلامه، قوموا خلونا نحط فطور رح نموت من جوعنا. حبيبي ابوك بيعرف انك رجعت؟ ايه تركته ناحل قهوه. يلا لكن تعالوا عدوا، هلا بيجي عمران وبنفطر سوا. تاتو امي تعالى دقيقتين وبكون كل شيء جاهز. يا روح